ملحمة الخشرمية. اي فحنتكلم عن الإعلام والصحافة والصحف، فكلمنا عن هذه المحطة في حياتك. تقصدين المحطة الأولى في نعم، أولى مثلاً محطاتك في الإعلام والصحف والصحافة. الإعلام كانت محطتي في الإعلام هو ثانوي كما أشرت، وعملت شكل مجلة أن الحرب لم تنته بعد حرب أكتوبر وكذا، وسويت مجلة. ثم بعدين رحت منطقة، تخرجت من الثانوي معهد معلمين، فذهبت إلى الليث، كنا نأخذها بالسيارة يوم ونصف في الرمال، وعملت أيضا مجلة اسمها الحوار. هذه المجلة ليست مدرسية، كانت حوار بين المجتمع والمدرسة. نعم. كانت أول يعني أول تجربة بالنسبة لي. أيضا دخلت في عالم البلاد وصحيفة البلاد، ومشرف اقتصادي في جريدة البلاد، وفي نفس الوقت توليت إدارة تحرير مجلة التجارة. كانت نشرة حولتها إلى مجلة اقتصادية، أصبحت الأولى في المملكة، مجلة التجارة في غرفة جدة، وأصبحت بعدها بسنة رئيس تحرير، وأصغر رئيس تحرير سنا في المملكة ذلك الوقت. هذه التجربة الصحفية يعني هذه هي البدايات التي أذكرها. ثم أصبحت كاتبا في العديد من الصحف.